في فقرة ضيف نخصصها لتداعيات استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء اللبنانية، حيث كان الحريري قد أعرب عن خشيته من تعرضه للاغتيال. وأوضح الحريري في حديث صحفي أن الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال والده رفيق الحريري، متهما إيران وحليفها حزب الله ببث الفتنة في العالم العربي. هذا وقد خلفت استقالة الحريري ردود فعل قوية داخل الشارعي اللبناني. وللمزيد حول هذا الموضوع نستضيف عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور ميلود بلقاضي. تحية طيبة لك أستاذ ميلود بلقاضي. نعم، مساء الخير. إذن بداية، كيف تعلقون على توقيت استقالة الحريري من منصبه؟ صحيح أن اختيار تقديم الاستقالة في الزمان وفي المكان لهما عدة دلالات. أولا، السياق هو في بعده الزمني، وهو أن الاستقالة أتت كرد فعل عن الامتداد الإيراني داخل الشرق الأوسط وخصوصا بسوريا. ثانيا، التوقيت من ناحية الزمن أو توقيت الاستقالة أتت في ظل ظهور صراع قوي بين حلف الذي تقوده السعودية والحلف الذي تقوده إيران. وأقول أن التوقيت أيضا يرتبط بالتحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة، خصوصا الصراع داخل سوريا. وعلى الأساس يمكن القول أن التوقيت هو توقيت له بعد أساسي. أيضا التوقيت له بعد آخر يرتبط بالمكان، هي أن الاستقالة لم تتم داخل التراب اللبناني، بل تمت خارج تراب لبنان، أي بالسعودية. وهذا المكان أيضا له دلالة عميقة، وهو أن هذه الاستقالة لها ارتباط قوي ومباشر ولا يحتاج إلى أي كشف، وهو أن هذه الاستقالة لها ارتباط بالتدخل السعودي في الشأن اللبناني. والأكيد أن السعودية أيضا كدولة قوية في التحالف الدولي لها أيضا الحق أن تدافع عن مصالحها، خصوصا أمام التمدد الإيراني الذي يلعب حزب الله يعني دورا أساسيا في هذا الامتداد، والذي تعتبر لبنان وأيضا اليمن وسوريا أهم المناطق الجغرافية التي يظهر فيها الصراع القوي بين إيران وبين السعودية. نعم أستاذ ميلود بلقاضي، الحريري أشار بدوره إلى محاولة اغتياله، متهما بشكل علني وواضح كلا من إيران وحزب الله بنشر الفتنة في العالم العربي. برأيكم من المستفيد في إشعال المنطقة وفي كل هذه التقلبات السياسية؟ نعم زميلي، هو منذ زيارة الرئيس الأمريكي الأخير ترامب إلى السعودية، كل علماء الاستراتيجيات يؤكدون أن المنطقة ستعرف تحولات مهمة جدا، أولا داخل منطقة الخليج العربي، وثانيا داخل الشرق الأوسط. إذا نحن الآن أمام تحول أساسي، وحين أكد سعد الحريري بأن الوضع داخل لبنان هو قريب من الوضع الذي كان في سنة 2005 والتي عرف اغتيال والديه رفيق الحريري، يؤكد بأن الوضع داخل لبنان هو وضع يعني صعب من الناحية الأمنية، ثانيا من تدخل القوى الغربية، حيث أن الآن لبنان هي واحد المجال للصراع، القوى العظمى أمريكا روسيا السعودية إيران، وأيضا الأحزاب المؤيدة لسوريا والأحزاب اللبنانية المعارضة لسوريا. ونشير هنا أن الحكومة التي ترأسها سعد الحريري هي حكومة مكونة من تشكيلتين متناقضتين. هناك من يطالب بدعم المواقف السورية، وهناك من يطالب باتخاذ القرارات. وعلى الأساس يمكن التأكيد هنا بأن تصريح سعد الحريري اليوم بأنه كان مستهدفا في اعتقاله وبسبب تدخل الإيراني، يعترف بأن لبنان الآن بدأت تفقد أولا قوتها وسيادتها وأمنها. وأعتقد أن هذه الاستقالة في هذا الوقت
سيؤزم الوضع، ليس الوضع داخل لبنان ولكن الوضع الإقليمي بصفة عامة. نعم. الإقليمية، خصوصا أن النظام الإقليمي انهار منذ سنوات، فلم تعد هناك أي قوة عربية، أي دولة عربية يمكنها على الأقل أن توقف هذا الانهيار الشامل. فالآن مصر التي كانت تلعب الدور القيادي الآن تعيش على تدبير أزماتها الداخلية، السعودية الآن أيضا تعيش على تدبير أزماتها الداخلية، قطر، سوريا، وبالتالي فالأكيد اليوم نحن أمام انهيار جديد. أستاذ ميلود، نبقى دائما في الإطار الأمني كما ذكرتم، فيما التزمت واشنطن الصمت، طهران علقت سريعا على استقالة الحريري وأكدت أن الاستقالة ربما تمهد لمرحلة جديدة من التوتر والاضطراب. برأيكم هل المنطقة مقبلة على صراع مسلح ربما في ظل حتى التهديد الإسرائيلي بخوض حرب ضد امتداد النفوذ الإيراني في المنطقة؟ أعتقد أن اليوم المستفيد الأول هو إسرائيل والصهيونية قبل إيران. فلذا أقول اليوم أن الكلمة التي ألقاها سعد الحريري فيها كلمة إحباط، فيها التشرذم، فيها الانقسامات، فالاستهداف الأمن القومي والوطني اللبناني وتكوين أيضا عداءات، مما يعني أن سعد الحريري يؤكد بكيفية مباشرة بأن الوضع داخل لبنان وداخل الأمن الإقليمي العربي ربما يمر بأسوأ أزمنته. ولهذا الأساس فإيران كان طبيعي أن ترد بقوة وأن تتهم الحريري كما يتهم الحريري إيران بأن هذه الاستقالة ما هي إلا طريق أو تمهيد أو سياق لتدخل أمريكي سعودي داخل، أولا داخل لبنان وبالضبط داخل سوريا لمحاصرة الامتداد حزب الله بسوريا وإضعافه داخل سوريا. وحينما يضعف، حينما تضعف القوى يعني الامتداد حزب الله بسوريا، فإن ذلك سيكون له تأثير قوي على أيضا امتداد حزب الله داخل لبنان. وعلى الأساس فالاستقالة تضع مستقبل لبنان على كل الاحتمالات. والوضع اليوم في 2017 هو أخطر بكثير من 2005. واضح. المحللة السياسية الدكتور ميلود بلقاضي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. بهذا تنتهي نشرتنا، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.